انت منين؟ أنا من دولة إسرائيل. أنا يهودي من العراق ومقيم في تل أبيب. نحن لا نخاف الا من الله. من وين حضرتك؟ انا من مصر. مصر أم الدنيا، حبيبي الله حبكم أوي يا أهل مصر. حبيبي الله يكرمك. انت منين؟ أنا من دولة إسرائيل. انت من فلسطين ولا من اسرائيل يعني؟ لا، أنا يهودي من العراق ومقيم في تل أبيب. انت يهودي من العراق ومقيم في تل ابيب. نعم، اسمك؟ اسمي إشمائيل، إشمائيل بن ماتار. لأنه أنا كثير بصراحة الكل بيهرب، بس يصعد معي بس يعرف إني من إسرائيل بيهرب دغري. لا انا اسمعك شيء على السريع. أنا ما بعرف، بحسكم بتخافوا من عنا أنتو، لا بفضل الله، أنتو كعرب بتخافوا من عنا. نحن لا نخاف الا من الله. لا، أنتو بتخافوا من عنا وبترجفوا من عنا بصراحة، يعني لأنه أغلب الناس من عندكم. أنا طلعوا معي كثير من مصر، كل ما واحد يطلع معي بس أقول له من إسرائيل دغري ينزل يهرب، على طول يصير على طول هيك يصير يرجف ودغري ينزل. يقدر يخاف. بس اي نعم اي هو، بس انا حاب اقول لك، هو خايف يفكرك ب 73 ولا نسيتوها؟ نعم، 73 نسيتوها ولا فاكرينها 3 جنبها 7؟ 73. 73. ايش في، ما بعرف. اه والله ما تعرف. كم عمرك انت حبيبي؟ نعم كم عمرك انت؟ عمري 15 عام. 15 عام. طب شو عرفك انت ب 73؟ شو في ب 73؟ علمت من ممكن تشرح لي آبائي عنها شو في ب 73؟ آبائي وأجدادي. إحنا بفضل الله دايما انتصارات محققة لمصر على هؤلاء، يعني إسرائيل اللي تتكلم عنها، بفضل الله انتصارات وتحطيم خط برليف وأشياء يا كثيرة. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، انتوا بتحكوا، حبيبي انتوا العرب، حبيبي الناس كلها انتوا العرب، انتوا العرب. انا مواليد العراق، انا مواليد العراق، يعني انا بتكلم العربي 100%. يعني اسمع. طيب اسمع شيء، بس ما تنزل. يعني انت تقول احنا نهرب، انا اقول لك ما تهرب، ما انا تنزل لا، احنا ما بنهرب، عمرنا ما بنهرب احنا، ولا هربنا. خلاص. قدها اسمع. قدها كل الناس يتساءلون لما غزة، لما فلسطين، لما القدس. أيها الناس، علموا أولادكم أننا إذا تحدثنا عن أرض فلسطين نتكلم عن الأرض الطاهرة، نتكلم عن الأرض المباركة، نتكلم عن معراج الأنبياء، نتكلم عن مسرى سيدنا رسول الله. سكن الأنبياء هي أرض فلسطين. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله زكريا بنى محرابه على أرض فلسطين. نبي الله داود بنى محرابه وعاش على أرض فلسطين. أما عن ولده نبي الله سليمان، حكم العالم بأكمله من البداية إلى النهاية، من المشرق إلى المغرب، وكان على أرض فلسطين. نبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء العلى، وكان على أرض فلسطين. أرض المحشر والمنشر هي أرض فلسطين. التراث العريق أرض فلسطين. أرض الحضارات أرض فلسطين. مهد الرسالات أرض فلسطين. ومن هنا أقول أن النبي صلى إماما بكل الأنبياء، وكان على أرض فلسطين. عرج برسول الله إلى السماوات، وكان على أرض فلسطين. موسى طلب أن يدخل الأرض المقدسة، هي أرض فلسطين. ومن هنا من أرض مصر أقول رسالتي إلى كل فلسطيني. أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بنسبك وحسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت؟ من أنت؟ قل له وكن شامخا وبكل فخر، ألا وإنني من أرض الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم أرضعتني لبن الحرية، أبي علمني حب فلسطين من الأبجدية. قلها شامخا وبكل فخر، فلسطين عربية إلى يوم الدين، فلسطين عربية إلى يوم الدين، الله يجزيك فلسطين الخير يا رب، عربية. وجزاك الله ألف 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 خير عنا. الله يحفظك ويحفظ كل أهل فلسطين وكل أهل أرض الشام. اللهم آمين يا رب. بس أنا أقول لك شيء من البداية، أعلم أنك لست من هؤلاء لأن وجهك فيه نور. الله يسعد قلبك، الله يسعد قلبك. أنا أضفت والله هذا الشيء اللي قاعد نعمله احنا هي تجربة اجتماعية
لنبين للناس وللعالم كليات أن الشعوب العربية قلبا وقالبا مع فلسطين، ومستحيل أن تفرط بحبة رمل من أراضي فلسطين. أكيد أكيد طبعا، كل بيت مصري هذا فيه العلم، هذا كل بيت مصري فيه هذا الشال وفيه هذا العلم، بل فخر لنا والله، هذا الشال وهذا العلم يكونون فخر لنا، نفخر بذلك نحن. والله جزاك الله ألف خير، والله يعني مواقف الشعب المصري عم نشوفها، والله والله عم نشوفها. الله يسعدك، والله يحفظك، والله يعني أقسم بالله أنكم لا يعني ما في كلام يعطيكم حقكم، يكفي أنكم وقفتم وقفة رجل حقيقي يعني. الحمد لله والشكر، هذا واجب والحمد لله والشكر.